طبعا الصور تبينها في صلالة في عمان، لأني أنا شفتها أصلا في التلفزيون، وفي تصوير لجماعتنا راحوا هناك نفس المناطق تقريبا. طبعا غنية عن التعريف، بين من تصوير طبيعة خضراء ومطر، وفيها شلالات وفيها يعني أشياء جميلة. الواحد في الخليج مو بخسارة إذا تسيح، بدل تخسر في أوروبا، وهذه المناظر ما تلقاها حتى هناك. وعمان يعني من الناس شعبها شعب محبوب، شعب صديق ومثقف، نحب الشعب العماني طبعا، وإن شاء الله ناوي أروح لها إن شاء الله. أعتقد أنها سويسرا بسبب هذا الكم الكبير من الخضرة والنضارة والبرودة. بعد رؤيتي لهذه الصور أرغب في زيارة محافظة ظفار، فهي مكان جميل للغاية وجذاب وواعد، لذلك أتمنى زيارتها يوما ما. لا أعلم على وجه التحديد أين يقع هذا المكان، لكن بسبب الخضرة والشلالات لا يبدو أنه في الشرق الأوسط. بعد رؤية كل هذه الصور أنوي زيارة سلطنة عمان ومحافظة ظفار في المستقبل القريب إن شاء الله. السبب هو أنني معجبة بهذه الطبيعة الخلابة المفعمة بالخضرة والشلالات. والله من خلال الصور اللي أشوفها يعني عرفت إن صلالة، يعني علشان الصور اللي أشوفها في السوشيال ميديا عرفت إن صلالة. والله يعني يا أخوي تعرف أنت الجو عندنا في الدوحة حر ورطوبة، في صلالة ما شاء الله الجو حلو ومعتدل ومطر وانهار، فبعد غير أنها قريب يعني في الخليج فنقدر نوصلها بسرعة.